الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقر الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشرات نشرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة نسمع الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة وإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إن ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فرعون الآية الكبرى فكذب وعصاهم أدبر يسعى وشفى نادى فقال رب العلا فقد أضلك الآخر الأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعمكم فإذا جاءت الطاقة طامة الكبرى يوم إذا ذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك مودهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكراه مهما استغنى فأدر تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو شافى تعنه تلهى ألا إلا تذكر فمن شاء ذكر في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام مبررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ألا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحية مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس غورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة زفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب دثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفرون وإذا كانوا هم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجر في سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معدد أثيم إذا تسلى عن آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم قالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار في عليين وما أولئك بعليون كتاب مرقوم أشهد مقربون إن الأبرار في نعيم على أرائك ينظران يعرف في وجوه نقوة النعيم صلى من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويزاجوا من أسنيب حين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا أغلبوا إلى أهلهم أغلبوا فكهين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحوقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحوقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقرب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا تساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يعان وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشهد ومشهود قد أصحاب الخدود النار ذات الوقود ثم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود فلا نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
كذبه عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك شديد إنه هو يبدع ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال ما يريد هذا الحديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر وما تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنخلق فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن فعل ذكرى سيذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى فتلثم الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها هذا لنصر الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هذاك عديد الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس الطعام إلا من ضريع لا يسمى لا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر من واد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتكون التراث أكلا لما تحبون لمن حبا جما لا إذا دكت الأرض ذكرك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكره يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وهذا حلم بهذا البلد وولده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولقد حمل عقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض ما طحاها ونفس وما سواها فلما فجر وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ بعث أشقاها فقال رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا أشقى الذي كذب وتولى وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله إذا زكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلق الإنسان من علاق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا إن الإنسان ليطغى أرأيت إن إلى ربك رجع رأيت الذي نهى عبد إذا صلى رأيت إن كان هدى وأمر بالتقوى رأيت إن كذب ولا لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزمانية كلا لا طيعه واسجد واقترب. سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك بشر بنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك بخير جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وصدنا به جمعا إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور واصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدرك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضية وأما من خفت موازين فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية أسأل الله العفو والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى أنسوا مقامر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن ماله أخلدا، ألا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل، ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش، إيلاف من أحد الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.